أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: توفي زوجي ولديه طفلة واستلمت من حقوقها. نعم. توفي زوجي ولدي طفلة صغيرة واستلمت من حقوقها 20,000 ريال، هل يحق لي أن أخذ من هذا المال شيء أم لا؟ لا، ما يحق لك أن تأخذي من هذا المال شيء. هذا يجب أنه يوكل من عند المحكمة وكيل على هذا المال. القاضي يوكل وكيلا يقوم على هذا المال ويحفظه، وإن وكلك القاضي، إذا وكلك القاضي فلا بأس أنك تحفظينه وتحافظين عليه وتنفقين عليها منه، ما في مانع تنفقين عليها منه. أما أن تأخذي منه شيء لنفسك فلا، هذا أمانة عندك لهذه القاصرة. الله جل وعلا يقول يقول سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ويقول جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الواجب حفظ مال اليتيم وينفق عليه منه، وبقيته الذي يبقى بعد النفقة عليه يسلم له إذا بلغ رشيدا حسب أمر الله سبحانه وتعالى.